يعني ممكن تنام وإيش؟ هذا الحديث بحذرك إنه ممكن تنام وشو؟ ما تصحاش. يا مناس أجوا يصحوهم لقيوهم إيش؟ ميتين. وهذا الارتداد المريئي بتسمعوا عنه وانت نايم، بيطلع الأكل من معدتك على المريء ولو خانقك كثير. هاي قال لقينا جنبه شغلة، ما هو خانق في الليل، مات كثير. هاي الارتداد المريئي. انسى السكتات القلبية، هاي سكت قلبك، حاسة سكت الليلة سكت، ما صحيتش، قاعدين بغسلوا فيك، حطوك في القبر. شو ما بقيت الليلة مفكر بمشاريع الدنيا؟ أني مشاريع؟ انت وين انت حبيبي؟ نغسل فيك هسه وفي القبر بدنا نحطك. عاد اجاك الملك، هي شو هذا؟ تفكروها زي الحلم. هيك فجأة كان واحد اسمه سفيان هايش، لكن هل ترك شيئا وراء يجي حسنات وأجر؟ الله يرزقني بتلاميذ ينقلوا علمي. قولوا آمين يا جماعة. والله بتمنى الله يرزقني تلاميذ، اللهم ارزقني تلاميذ ينقلوا علمي ويجيني أجر وأنا في قبري، مش يجيني تلاميذ يضيعوا علمي. الله عافينا من التلاميذ اللي بيضيعوا علم المشايخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث التالي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكف ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماذا تستفيد كفانا وآوانا؟ تستفيد شيء مهم جدا، وهو أن كل هذا بيد الله. نعم، بمعنى نسبة الفضل إلى الله في أكلك وشربك ونومك، نسبة الفضل إلى الله. أنت مش مدرك ما معنى أنك تفطر وتتغدى وتتعشى وتنام وما حدا يهددك. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.